أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. سنذهب بكم إلى ملف يتعلق بأهلنا في فلسطين 48 داخل الخط الأخضر، والتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الذي تحدث على أنه ستكون هناك للحكومة الإسرائيلية دور في تسيير رحلات الحج إلى الأراضي السعودية، بمعنى أنهم سيمنعون أهلنا ويمنعون أهلنا في داخل الخط الأخضر بالذهاب إلى القدس، بينما يسمحون لهم بالذهاب إلى الحج تحت عناوين تطبيعية متداخلة ومختلفة. الحديث عن هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ توفيق إغبارية، عضو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني داخل الخط الأخضر 48. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النور توفيق محمد جبرين. مساء النور، اهلا وسهلا. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا فيك استاذ توفيق. كيف تنظر الجماهير العربيه وتنظرون الى مثل هذه المقولات التي يطلقها نتنياهو؟ كيف تقيمونها؟ تفضل. لا شك ان هناك يعني هروله في اتجاه اسرائيل من جانب دول الخليج، لكن نتنياهو في تصريحاته هذه يحاول أن يوظف العلاقات التي بناها مع النظام السعودي ومع بعض الأنظمة الخليجية لصالح حملته الانتخابية القادمة علينا. طبعا هناك انتخابات في إسرائيل يوم 2/3، فنتنياهو يريد أن يقول للجمهور الإسرائيلي أنه نجح خلال العقد الأخير ببناء علاقات متيني ما بينه وبين عدد من الأنظمة العربية ومن بين هذه الأنظمة النظام السعودي. طبعا سبق هذه التصريحات أيضا إشارات وتلميحات إلى نقل الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف إلى المملكة العربية السعودية، ولا شك طبعا أن العلاقة المتنامية ما بين النظامين هي تنذر بالكثير من الشر وتنذر بالكثير من السوء. أن هذه العلاقة تأتي في هذا الزمن الترهل العربي الذي نشاهده والذي نراه. ففي المحصلة طبعا يريد نتنياهو وحزب الليكود الحاكم في المؤسسة الإسرائيلية توظيف هذه العلاقة لصالح حملته الانتخابية القادمة. نعم دكتور أستاذ توفيق، يعني هل يعني قد نشهد فعلا إجراءات أم أنها مجرد يعني استهلاك داخلي يتعلق بالانتخابات؟ أنت أشرت إلى الانتخابات، أم أنه فعلا ينضج شيء في الخفاء وبالتالي سنرى رحلات مباشرة من تل أبيب إلى الرياض؟ يعني ما ينضج في الخفاء نحن لا نعلم به، لكن المؤشرات والدلائل عليه كثيرا. الآن نحن إزاء تصريحات، طبعا عندما يصرح رئيس حكومة هو لا يصرح من عبث ولا يتكلم من عبث. صحيح أنه يريد أن يوظف هذه العلاقة لصالح حملات الانتخابية، لكن هذه التصريحات تأتي من رأس الهرم السياسي في إسرائيل، ولا أعتقد أنها تصريحات عبثية. أعتقد أن هناك ما يطبخ في الخفاء، وبالذات في ظل الموقف الأردني الجيد من ما أعلن عنه من صفقة القرن، حيث كان موقف المملكة الأردنية الهاشمية الذي نعلمه جميعا وهو موقف مشرف برفض هذه الصفقة جملة وتفصيلا. طبعا هناك من يريد أن تدفع الأردن ثمن هذا الموقف. طبعا هناك كما أشرت سابقا محاولات إلى نقل الوصاية الهاشمية للسعودية، وهذا أمر خطير ومؤشر خطير. نحن طبعا ننظر إلى الدور الأردني الذي كان عبر السنين كدور إيجابي، مع ما لدينا من تحفظات على الأسعار وعلى يعني ارتفاع الأسعار فيما يتعلق في الحج والعمرة، ولكن لا أحد يستطيع أن ينكر الدور الأردني المشرف الذي عن طريقه منذ عام 1978 يقوم أهل الداخل الفلسطيني بأداء الحج والعمرة. هذا موقف طبعا تحمد المملكة الأردنية الهاشمية عليه، ولا بد من كلمة شكر لها. طبعا الآن كما أسلفت وقلت، يعني تريد المؤسسة الإسرائيلية أن يدفع الأردن ثمن موقفه من موقفه طبعا المشرف من صفقة القرن، ولذلك أعتقد أن هناك ما يطبخ في الخفاء وخلف الستار، بالذات طبعا إذا علمنا أن
صفقة القرن يعني كانت تضغط بالتعاون ما بين أو بالشراكة أو على الأقل بعلم بعض الأنظمة العربية الخليجية ونظام السيسي في مصر بالذات. يعني إذا أردنا أن نسمي هذه الأنظمة يمكن أن نقول يعني وكانوا حاضرين في الإعلان الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين. طيب سؤالي أستاذ توفيق، ردة فعل لو هبجدنا افترضنا أنه بدأت رحلات تنطلق من هناك من تل أبيب إلى من فلسطين المحتلة إلى الرياض تحت عنوان تطبيع، ردة فعل الجمهور المعتمر والحجيج الفلسطيني الداخل، هل سيتعامل مع هذه المسألة على أنها تضر بالقضية الفلسطينية وبالتالي سنجد إحجاما عنها والالتزام بالذهاب إلى الأردن والإبقاء على الخط السير القديم، أم أن المسألة ستقرأ بطريقة مختلفة؟ يعني حدثنا عن استشرافك لتعامل فلسطيني الداخل مع هذه المسألة إن أصبحت يعني قيد التنفيذ. يعني دعنا أكون صادقا معك ودعنا نسمي الأمور بمسمياتها. بالذات في ظل الخطاب الذي باتت بعض القيادات السياسية في الداخل الفلسطيني وبالذات قيادات القائمة المشتركة، قيادات الأحزاب المشاركة في انتخابات الكنيسة، الذي تحول من الخطاب الوطني إلى الخطاب المطلبي، وهذا بالتالي يلقي بظلاله على مجمل الشارع في الداخل الفلسطيني. يعني سابقا كان هؤلاء أعضاء الكنيسة العرب كان خطابهم متسم ويعني متميز، دعني أقول ليس متميز لكن كانه متسم بالخطاب الوطني الذي يناصر القضية الفلسطينية، حتى أن الحكومة الإسرائيلية واليمين الإسرائيلي كان يعيرهم بأنكم لا تهتمون بقضايا ناخبيكم بقدر ما أنكم تهتمون بقضايا الشعب الفلسطيني، وكأن الشعب الفلسطيني هو شعب آخر نحن لسنا جزءا منهم. الآن نجح طبعا هذا الخطاب الإسرائيلي ب اقتناص او بالاتيان باعضاء الكنيسة الى هذه الساحة، اعضاء الكنيسة العرب الى هذه الساحة، بحيث اصبح خطابهم مطلبي بعيدا عن الخطاب الوطني. طبعا نحن في النهاية ننظر الى كيف سيتعامل الجمهور العربي جمهور المعتمرين في يعني نهاية الامر. هذا الجمهور سينظر الى ما يقارب 7,000 دولار يدفعها مقابل 1200 1300 دولار او 1500 دولار سيدفعها. لذلك يعني نحن دعنا اقسم الامر الى محورين، المحور الاول في الجانب السياسي، في الجانب الوطني، في جانب الالتزام تجاه القضيه الفلسطينيه واتجاه ثوابتنا الفلسطينيه والعربيه والاسلاميه. هذا موقف طبعا الجميع يدرك ان الموقف يجب ان يكون باتجاه المملكه الاردنيه الهاشميه، لكن باتجاه المطلبي انت لا تستطيع في نهايه الامر ان يعني تلزم رجل الشارع العادل الانسان البسيط بان يدفع 5,000 دولار زيادة عما يعني عما يجب أن يدفعوا. لذلك يعني نحن أملنا على المملكة الأردنية الهاشمية، أعتقد أن الخطين في حال تم يعني الاتفاق مع المملكة العربية السعودية في هذا الإطار، أعتقد أن الخطين سيبقيان مفتوحان أو مفتوحين، الخط الأردني والخط المباشر. لذلك أملنا في هذا الجانب أن يؤخذ في عين الاعتبار هذه القضية، بحيث يعني نحن نعول ونحن نريد ونحن نفضل أن يبقى الخط الأردني مفتوحا وأن تبقى الوساية الأردنية مفتوحة. نحن طبعا نثمن عاليا المواقف المشرفة للمملكة العربية السعودية فيما يتعلق في حماية المسجد الأقصى وفيما يتعلق في الحج والعمرة المنطلق منذ عام 1978، ولذلك نحن نعول عليها أن تتدارك الأمر ولا تعطي ولا تفتح المجال لهذه الخطوة التي ضرورة ستضر بالقضية الفلسطينية وبالأردن. نعم، أنا باعتقادي أنك وضعت يدك على الجرح، وضعت حلا أيضا للخروج من هذا الأمر. أنا بشكرك على وقتك، شكر جزيل لك يا أستاذ توفيق. شكرا جزيلا. شكرا شكرا شكرا. إذا الشكر الجزيل للأستاذ توفيق الحنغبارية، عضو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني داخل الخط الأخضر في 48، وبجوز أن وضع الجمهور الفلسطيني في حال أنه فعلا تم تدشين خط
طيران ما بين تل أبيب والرياض لنقل الحجيج والمعتمرين، أن الناس ستصبح أمام خيارين، خيار يرى في هذا الخط تطبيعي ويضرب الحقوق الفلسطينية وأنه أرخص من الذهاب للأردن، فأتمنى فعلا على الأردن أن تقوم بحماية وباعتقادي أمنها الحيوي الاستراتيجي من خلال تخفيض الكلفة على الإخوة في فلسطين الداخل لمقاومة هذه الخطوة الخطيرة التطبيعية التي تلتف على الحقوق الفلسطينية. نكتفي بالحديث عن هذا الملف، نذهب إلى وقفة قصيرة ثم نعود.